السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. بدأنا أو يعني شرحنا سابقا المضارع البسيط في حالة المثبت، يعني لو كانت الجملة مثبتة بعبر عن معلومة حدثت في الماضي بزمن محدد، زي مثلا I played football last night. الآن حنحكي عن كيف لو بدي أنفي، وإحنا طبعا عارفين إنه النفي أو يعني إحنا بشكل عام بنقسم الأفعال لنوعين أو ثلاثة إذا اعتبرنا have منفردة. قلنا كل الأفعال اللي في الدنيا في كفة، وحكينا معلومة إنه باعتبار أصلها do. كل الأفعال وفعل be في كفة ثانية. نبدأ بالسهل. الآن الماضي من be، الماضي من فعل be was أو where، وزي ما يعني ذكرنا إنه was مع I بالsingular، were مع plural واليو singular. طيب الآن I was happy last night for example، بدي أنفيها. متفقين إنه إحنا عادة be سواء بالمضارع أو الماضي إذا بدي أنفي، بس بضيف كلمة not. I was not happy last night. He was not at the mall yesterday. Sarah was not with Ahmed at the mall 2 days ago. So as you can see, we place not between the verb and the following word. They were not happy. So it's simple, بسيطة، بس بضيف not. وين أحيانا بتصير عندي المشكلة أو بتغلبني؟ لما يكون في عنا فعل آخر ما عدا be، أي فعل آخر في الدنيا، وممكن ندرج have معاه مبدئيا. الآن اتفقنا سابقا إنه أي فعل في الدنيا بالإنجليزي بيعطيني ثلاث معلومات. أي فعل في الدنيا مثلا play played، تمام، بيعطيني ثلاث معلومات، بيعطيني الزمن، بيعطيني العدد، وبيعطيني معنى. لو طلعنا على فعل played سألنا إيش زمنه؟ ماضي. طبعاً العدد يظهر في المضارع ولا يظهر في الماضي، تمام؟ العدد يظهر في المضارع ولا يظهر في الماضي. زي لو أنا حكيت plays مفردة لأنه فيها S، فالفعل أعطاني العدد. في الماضي لو أنا حكيت she played أو حكيت they played، الفعل لحاله ما بيعطيني عدد، تمام؟ الفعل لحاله ما بيعطيني عدد. يبقى في الماضي الفعل بيعطيني معلومتين، زمن ومعنى، تمام؟ إيش يعني بيعطيني زمن ومعنى؟ يعني أنا لما أشوف فعل played بعرف إنه ماضي، وبعرف إنه معناه يلعب أو لعبة. نيجي الآن بدنا نقول مثلاً he played football last night، وبدي أنفيها، تمام؟ طبعاً الفاعل بنزل زي ما هو. الآن قلنا بنسأل أنفسنا أيام المضارع ثلاث أسئلة: إيش الزمن؟ إيش العدد؟ وإيش المعنى؟ الآن بسأل نفسي بس سؤال واحد: إيش الزمن؟ الزمن ماضي، يبقى بدي أضيف يعني دو لازم تكون موجودة. بتقول لك مش إحنا قلنا أصل كل الأفعال ما عدا بي دو، يبقى أنا لازم يكون لي وجود. طالما سكتت لكم في المضارع إنكم ما تجيبوش سيرتي تحكي هي بلايز وشي بلايد و و و، والثابت أقصد عفوا مش في المضارع، في الجملة المثبتة
سمحت لكم في الجملة المثبتة إنكم تعملوا الجملة من غيري، لكن في السؤال أو في النفي لازم أنا أكون موجودة. مين اللي بتحكي؟ دو، اللي هي إيش؟ أصل كل الأفعال ما عدا بي. بقول لك ماشي، طيب دو إما في المضارع دو أو داز، أو في الماضي ديد، أو الماضي الثالث دان. اتفقنا إنه إحنا بنسأل حالنا إيش الزمن؟ ماضي. يبقى هشيل من مخي دو داز، وهشيل من مخي دان، وأحط أمامي بس إيش؟ ديد. فبحط ديد. أخذت من الفعل played الزمن وحطيته في ديد، تمام؟ الآن بضيف النفي، بضل عندي طالما أنا أخذت الزمن، أنا أخذت الزمن، ضل عندي إيش المعنى؟ يعني أصل الكلمة، أصل الكلمة play. He did not play football last night. إيش يعني؟ يعني أنا لما نفيت لازم do تكون موجودة. إذا كان مضارع دو بتاخد الزمن، صح؟ والعدد. في المضارع دو بتاخد الزمن والعدد عشان نتذكر مع بعض. He plays football every Saturday. الآن لو اطلعت على he plays football, plays، بسأل نفسي إيش الزمن؟ مضارع. إيش العدد؟ مفرد. يبقى he do ولا does؟ do جمع، does مفرد. do ولا does؟ does. not play، بنزل المعنى football every Saturday. تمام؟ نفس الإشي هنا عملنا، لكن الفرق إنه أنا هنا مش مضطرة أسأل عن العدد، لأنه سواء كان مفرد أو جمع في الماضي ما ببين. لو أخذنا مثلا they ate chocolate 2 hours ago، يعني هم أكلوا شوكولاتة قبل ساعتين. الآن هاي الجملة أنا بدي أنفيها. شوف الفعل ate ماضي ممتاز، يبقى they، أختار do ولا does ولا did ولا done. أنا قلت ماضي يبقى did، بضيف النفي، بضيف الفعل الأصلي المعنى، يعني أنا أخذت الزمن حطيته في do does و did، حطيته did ماضي، بضل عندي المعنى. المقصود بالمعنى يعني أصل الفعل، يعني أنا لو بحثت في القاموس ما ببحث عن ate، ببحث عن eat، ما ببحث عن wrote، ببحث عن write، ما ببحث عن مثلا saved، ببحث عن save. إذن اللي أنا بلاقيه في القاموس هو اللي بقول عنه كفعل، هو اللي بقول عنه أصل الفعل. أصل الفعل من ate، يعني الروت تبعه eat، فنزله so they did not eat chocolate 2 hours ago. طيب نشوف بما يتعلق بكيفية عمل السؤال. مثلا he was happy، صح؟ بدي أخليها سؤال نفس فكرة I am happy أو you are happy. بنروح بنخلي الفعل قبل الفاعل. نفس الفكرة في الماضي، he was happy بصير was he happy. The cat was hungry. Was the cat hungry؟ تمام؟ طبعا هذه إجابتها بتكون yes or no question. تمام؟ So he was happy. Was he happy? The cat was hungry. Was the cat hungry? You were there. Were you there؟ كنت أنت هناك؟ يا إما نعم أو. يعني طريقة عمل السؤال هنا سهلة جدا، بس بقدم الفعل على الفعل. تذكرين توي لما حكينا إنه إحنا دو قالت لك إيش ما بدك في المثبت اعمل، لكن عندي النفي وعندي السؤال أنا لازم أكون موجودة. طيب جملة توي he played football last night. نرجع نسأل نفس السؤال. played إيش زمنها؟ ماضي. يبقى did he الفعل، بعدين إيش ضل؟ الفعل أخذت منه الزمن،
طلل معنا did he play football last night؟ طبعا برضو الإجابة بنعم أو لا. ناخد كمان مثال. They ate chocolate 2 hours ago. نعمل سؤال. ate ماضي، إذا did. أخدت الزمن وحطيته في did. ضل إيش؟ الفعل معناه الروت stem الأصل. eat chocolate 2 hours ago. الأمر بسيط وسهل، يعني ما بده تفكير كتير. طب لو كانت have مثلا، قلنا الماضي من have had. I had fish for dinner معناها أنا أكلت سمك على العشاء. بتصير بلاش I، خلينا نقول مثلا سارة. بتصير had في الماضي صح؟ ممتاز. بدي أحط أي تصريف من تصريفات do، ماضي ماضي يبقى did. سارة had، إيش ال الروت تبعها؟ إيش الأصل تبعها؟ أو إيش الفعل تبعها في المضارع؟ have. so did سارة، أو بديش أقول في المضارع لأنه هنا have مش في المضارع، إنما هي الروت، هي الأصل، هي الجذر. تمام. did سارة have fish for dinner. طيب أحمد and محمود had breakfast together. يلا جربوا انتو. ممتاز. did أحمد and محمود have breakfast together. ليش did؟ لأنه الفعل ماضي. ليش حطيت هنا have بعد الفاعل؟ هي الفاعل، ليش حطيت have؟ لأنه الأصل تبع الفعل had هو have، لأنه جذر had هو have. زي لما أقولكم يأكلون، إيش أصل الكلمة؟ أكل صح؟ إحنا عندنا الفعل الثلاثي، يعني الفعل بالماضي شرب، أكل، سمع، قال. عنا بعتبر جذر الكلمة هو الماضي. عنا بالإنجليزي جذر الكلمة هو الكلمة، الفعل الأصلي، تمام، اللي من غير أي إضافات، أوكي، أو من غير أي شكل، أو من غير أي تغيير في شكله. زي لما أقول مثلا write wrote written، إيش شكل الأصل write؟ لما أقول مثلا he drinks coffee، إيش أصل drinks؟ drink، يعني إيش جذر drinks؟ drink. تمام. إذا في عندكم أي سؤال اسألوا على المجموعة.